بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم كيكه اليقطين، كيكه الكابويا. وصفه لذيذه رائعه سهله. تبعوا معي ان شاء الله المقادير، قولهم بسرعه. عندنا 2 كيلا كوب سعه 235 ولا المهم كوب المعياري. نديروا منها ونشوفوا. هي يعني حوالي كوبين، 3 بيض، سكر، زيت، ودرت معاه شوية زبدة، نصف زيت والباقي كملته بالزبدة ذايبة. نقصت من ما درتش كاس كامل، نقصت شوية. وهذا يقطين طيبته كيما مالفين تشوفوني، ورحيته طيبته مع السكر فانيليا. وهذا فول سوداني مطحون، محمص ومطحون. وعندنا قرفة تخرج مليح مع تتوال مع الكابويا مع اليقطين. وعندنا فانيليا، وعندنا بيكربونات الصودا، وعندنا قرصة الملح. هذه هي وكيس خميرة كيميائية بوزن 10 غرام. وكنبداو ان شاء الله في التحضير. ملاحظة، لازم مكونات كامل يعودوا دافيين، درجة حرارة المطبخ تعرفوا هذه، يعني سينو الكيك ما ينجحو لكمش كي يعود الحواج باردين، الطحين والكابويا وكلش. يعني نحطوا البيض، 3 بيضات حجم كبير دافيين. نحطوا شويه ملح، قرصه الملح. نبداو نخفقوا شويه، ونزيدوا السكر باش تسمعوني، يعني عمليه طبيعيه يعني معروفه. بعد ما خفقت شويه السكر نحطوا البيض، نحطوا شويه السكر، نحطوا السكر، نكمل الكميه كامله بالخفق ونرجع لكم باش ما نقلقكمش بالحس. بعد ما خفقنا البيض حتى صبح رغوي بابيض، نزيدوا الفانيليا، نزيدوا نخفقوا. نزيدوا الزيت اكثر من الزبده. كميه الزيت ضعف الزبده هنا باش يجي خفيف شويه. نخلط ونزيد نولي لكم. بعد ما خفقت الزبده راح نزيد كميه اليقطين، حطوها بشويه باش ما نهبطوش الخليط تاعنا. عاد نحي في المرحله هذه الخفاقه، سمحوا لي على الازعاج. حسبت روحي كوبيت. هذه دركا هكا خلطوها هكا باليد برك. زيدوا كملوا كميه اليقطين، كملنا كميه اليقطين، درناها على دفعتين او 3. حركوا هكا عادي. زيدوا فول سوداني، غربلوا كميه الطحين تاعنا باش يتهوى الدقيق. نغربلو غير واحد ونشوفو هاي. نزيدو نحطو القرفة، ملعقتين قرفة تعطيها ذوق رائع للكيكة هذي. تحبو ما ديروهاش ما ديروهاش، بس تعطي ذوق. زيدو بيكربونات الصودا، نصف ملعقة صغيرة تقريبا هاي، ساعدنا على الرفع خاطر نعرفو بلي اليقطين ثقيل شوية، هي راح تساعدنا في الرفع. حركوا المكونات، خميره مع القرفه مع الاخرى بيكربونات. ابدا في وضع خليط، حطوه بشويه وحركوا. نزيد الجزء الاخر. كي تحركوا ديروا بالعقل هكا كيما قلت لكم قبل باش ما تطيحوهاش. راح نزيد نغرب جزء ونخلي هذا الربع، راح تاخذ لي كوبين الا ربع تقريبا. كملوا الكوب الا ربع الاخر بالطرف. تعرفوا انه الدقيق يختلف كل مره على حسب الدقيق. على هذه ما حبيتش نحط انا، يعني عبالي شحال حطيت فيها، بصح يختلف، لازم نمشيو بالعقل برك باش ما نفسدوش الخليط. زيد شويه، زدت الكميه اللي قعدت.
يتسمى اخذت كميه الطحين كوبين الى ربع. هاي قوام تاعها قوام كيك. ها هو الدقيق شحال بقى؟ تقريبا ربع الكاس، تسمى زوج غير ربع. هذه هي، ها هو القوام تاع الكيكه عادي قوام كيك. دوكا نحطوها في مول مدهون عادي تعرفوها. نحط الكيكه، بسم الله، حطوها في المول هك دائري ولا مربع ولا المهم كيما تحبوا النوع اللي عندكم. ها هي الكيكه تاعنا فرغناها في المول. احسن الصواني للطهي هي تاع الالومنيوم، ما يحرقوش الحاجه. ديروها على درجه حراره 180 درجه، درجه الكيك في الرف تاع الوسط باش ما تقولوش تسقسيوني من بعد. هذه هي، وتجي ان شاء الله كيكه مليحه. جربوها، فيها فوائد اليقطين والفول السوداني وكل شيء يعني، والبيض. هذه هي كي طيب تلوحوا في الوسط، ما تحلوش عليها حتى تفوت نص ساعه يعني، كي تعود نار هاديه ما تخافوش تحرق. نتلاقاو من بعد بعد الطهي ان شاء الله. عندنا كميه من كريم شانتيي، راح نحضروا الكريمه كاس، وعندنا علبه ياغورت تاع ليمون. ها هي علبه ياغورت، وزيدوا لها شويه حليب بارد حوالي فنجان. ديروا نشوفوا، ها هي هذا الياغورت فيه شويه حموضيه هكا، يعطيكم ذوق رائع تاع. تقدروا ديروا عصره ليمون ثاني مع هذه، تجيكم روعه بالحموضه هكا. انا نخفق، راح نزيد الحليب، حليب هذاك، ونخفق ونخفق ونجي ونكملو. شوفوا كيفاه ولات. انا زدت لها الحليب، زدت لها درت تقريبا كاس ولا مهم، ديروا لها حتى تولي ولي لكم القوام تاعها هكا كبيره تطلع. ها هي نحطوها تبرد. ها هي بعد ما دارت تموجات، هاي حطوها تبرد. بعد ما طيب الكيكه نزينوها تبرد ونزينوها. ها الكيكه تاعنا بعد ما طابت نحيناها، راح نقطعوها ديروا لها علامه منا، ديروا لها علامه من هنا باش كي نرجعوا النصف نرجعوه مع بعض. بسم الله قطعوها. هاي الكيكه شوفوا كيف تجي هشه وتجي رطيبه هكا كانكم سقيتوها من الكابويه، القوام تاعها يجي طري. نحطوا لها لا كريم شانتيي، ديروا لها شويه كريمه باش تجي بنينه. بسم الله هادلوها عادي. شوفوا اللي عنده فاكهه هكا يحبها، مثلا الموز يسود، تفاح طيبوه هكا تكرملوه تحطوه، اي حاجه هكا فاكهه اللي ما تفسدش تقدروا تحطوها تتوال مع اليقطين، وزيدوا تغطيوها. راح نحطها على الجزء اللي قطعته منا باش ترجع لكم كيف كيف على الجهه اللي ها هي كيما هكا على الجهه اللي درنا لها ماره. دركا نزيدو نديرو لها من الفوق الكريمه وعدلوها. جات ذوق تاعها رائع بالذوق الياورت، ذوق الاخر ليمون. تقدروا تزيدوا لها شويه ليمون عصير، تمشيوها هكا كامله على الحواف سهله يعني. لا حبيتوها تجيكم عاليه شويه ديروها في مول اقل حجما من هذا، راح تجيكم عاليه. تحبوا ديروها مربع مستطيل، ديروا لها على الحواف كامله زينوها هكا. هاي الكيكه تاعي، هاي زينتها درتها كريم شانتيي، زينتها من الفوق عادي يعني، ودرت لها حبات زبيب يعني اسود عكست اللون، وهنا شوكولاته مبشوره بيضاء. تحبوا ديروا جوز الهند كيف كيف. هذه هي ان شاء الله تعجبكم، تنال رضاكم. هي تجي كيكه طريه بنينه فيها الكاوكاو وكل شيء. جربوها سهله يعني، ما فيهاش مقادير، واليقطين متوفر هذا الموسم تاعو. ان شاء الله مازال وصفات اخرى ان شاء الله نطبقوها مع بعضنا. الى اللقاء.
في وصفة قادمة إن شاء الله.